جزاكم الله خيرا. هل يتفاوت تكرار الذنب نفسه مع نسبة العقوبة؟ وهل يختلف هذا مع كبائر الذنوب وصغائرها؟ جزاكم الله خيرا. تكرار الذنب وإن كان الذنب صغيرا يصيره كبيرا، لأن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة كما قال أهل العلم. والواجب التوبة من الذنوب جميعها صغائرها وكبائرها، لا يجوز التساهل بالمعصية. ويقال هذه معصية صغيرة لأنه إذا تساهل بها وإن كانت صغيرة فإنها تكون كبيرة بسبب تساهله بها وتهاونه بشأنها أو بسبب تكرارها والمداومة عليها، ولأن الصغيرة تجر إلى الكبير، فإذا استمر الإنسان المعصية جرته إلى ما هو أكبر منها. نعم.